السلام عليكم خوت خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا قبل بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على قبل الكومنتات اللي كنت حطيتو لنا في داك الفيديو اللي كنت قلت لكم علاش كنا خبرنا على اساس المشكل اللي عند بنتي ليلى على قبل ديك الحساسيه اللي الصراحه معذبها. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف، الناس دعوا معاها وعطاونا ناس بزاف معلومات اللي الصراحه كيفيدونا دابا حاليا، والحمد لله راه غاد الامور شويه بخير. باقي كنتسناو غير التحاليل، كيف عارفين هنايا كيقول لك تكون عندها اكثر من 6 شهور عادي يديروا لها التحاليل، لهذا يلاه كملا دابا 6 شهور، عندها دابا 7 شهور تبارك الله، وكنتسناو دابا غير في الموعد وان شاء الله نتمنوا يكون خير ونعرفوا شنو هو هذا المشكل اللي عندها بالضبط اللي كيخرج لها هذه الحساسيه هذه اللي الصراحه معذبه. هذاك الشاش ما بقيتش كنصور بزاف الاصدقاء. المهم دابا حاليا الخوت غادي نمشي دي امير للمدرسه ونكمل معكم الفيديو برا ان شاء الله. هذيك المدرسه الاصدقاء اللي دينا عليها زدناها دابا يومين اخرى في السيمانه، يعني ولات عندها 3 ايام في السيمانه، يعني كيكون واحد البلان زوينه الاصدقاء كنخليوها يعني خالقه داك لومبيونس مع الوليدات الصغار، مابقاش حاسه بالملل. راكم عارفين كاين هنا الملل وما كاين ما يدار، يعني والصراحه راه شويه غالي، دايرين ماشي غالي بزاف. المهم حنا البلاصه اللي فيها حنايا هنايا رخيص القضيه، تقريبا واحد 200 درهم للحصه، 200 درهم للحصه. دابا عندها 3 الحصص في السيمانه ولكن مزيان على الاقل، كنشوفها فرحانه وكتلعب مع الوليدات وما كاينش هذاك الملل، يعني هذوما الحوايج اللي زوينين ياك. اللهم هكا ولا تبقى في الدار الاصدقاء والملل، وراكم عارفين وما كان عندها داك المشكل هي مسكنه وداك الشيء، لهذا دابا الحمد لله دابا بدات كتادابت مع الوليدات ولات كتلعب معاهم ولات بخير الحمد لله دابا ياك. The kids that go there, the kids that are in their school as well. Yeah. So 6 weeks is a long time for a 4-year-old, isn't it? Yeah. And she's going to forget who plays with her in school. قلت لك زعما حيت ملي غتبقى في الدار وعندها 6 سيمانات عطله غادي تنسى، يعني على حساب داك اللومبيونس اللي كتخلق مع الوليدات الصغار المسائل بحال هكا. يعني داك الشيء علاش خاصنا نديوها لهذا بحال الحضانه هي الاصدقاء نوسري ولا لا، المهم كيقابلوهم كيخليهم يلعبوا، ما كيقراوش الصراحه ما كيقراوهمش قرايه، ولكن كيخليهم يلعبوا كيبقاو يعني مجموعين باش ما يبقاش هذاك الملل عندهم هنا. كيف قلت لكم ما كيقراوهمش، يعني كيعلموهم غير مثلا يصبغوا ولا يلعبوا شي العاب مثلا ولا شي بلاد بحال هكا، اما مثلا القرايه بحال المدرسه لا، هي بحال الحضانه كيف قلت لكم الاصدقاء. هذا عاوتاني نهار اخر الاصدقاء، تا هو حطيت هذا الفيديو هذا داخل وسط الفيديو هذا، يعني كل مره كنديوها يعني عندها 3 الحصات، عندها 2 ل 4 الجمعه درنا لها بحال هكا السيستيم، يعني نهار ا ونهار لا. لي الصراحه ولفات وعجبها الحال بزاف، يعني عوض غير تبقى في الدار اللهم نديوها لواحد البلاصه اللي ما غاديش تكون فيها الملل، وهذا هو المشكل ديال ضاربه الغربه الاصدقاء، راه هو الملل معروف عليه انها كاين فيها الملل بزاف، لهذا باش ما نخليهاش تحس بالملل كيف قلت لكم في الاول ضروري خاصها تبقى ديما تتاقلم مع الوليدات الصغار وتكون اجتماعيه، ما تبقاش يعني بوحدها، هذا هو الاهم في هذا الشيء هذا كامل، بغيتها تكون اجتماعيه ما تبقاش يعني داخله لسوق راسها وعايشه غير بوحدها. وهذا نهار اخر ديناها لواحد البلاصه باش دير هاد لي زاكتيفيتي، فواحد البلاصه كديرها واحد السيده من العائله ديال جده لويز، كتجمع الوليدات الصغار بحال هكا فواحد السونتر عندهم تما، وكتعطيهم هاد لي زاكتيفيتي كيديروهم مثلا يلونوا ويرسموا ومن بعد غادي يبداو يلعبوا، انتما غادي تشوفوهم يبداو يلعبوا كاملين مجموعين عاوتاني. Thank you.
Out, out came the sunshine and dried up all the rain. And incy wincy spider, and up spoke the game. Yay! Come on. شوفي قدامك كل شيء. اش قلت لك؟ يلا ثلاثة يا واحد جوج ثلاثة ثلاثة يلا واحد جوج ثلاثة عندك 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 شوف فين هذا برافو ولكن مازال شويه خصك تركزي ركزي يا اميره ركزي الناس ديال الجاليه المغربيه اللي مقيمين في هاد الدول هادو اللي كنبان لكم دابا حاليا على الشاشه جبت لكم واحد لابليكاسيون اللي زوينه بزاف وهي سيند ويف هاد لابليكاسيون هادي اولا كتعطيكم واحد الكادو ديال 10 باوند او 10 اورو او 10 دولار على حسب الدوله اللي انت فيها والعمله اللي فيها من بعد ما كتحط هاد البرومو كود باريك هاد لابليكاسيون دابا حاليا هي احسن ابليكاسيون اللي فيها الصرف طالع زائد ما كتخلص عليها حتى ريال زائد فلوس كتوصل في البلاصه وطريقه الاستلام كتاخذوها يا من الشعبي كاش يا من الكاش بلس من بعد ما كتليشارجي هاد لابليكاسيون هادي كدير ساين اب من بعد ساين اب كتبان لك هاد الشاشه هادي باش اول حاجه غادي ديرها باش ابلي على داك البرومو كود باش تاخذ كادو ديال 10 اورو كتكليك على داك الخانه اللي كتبان لكم من تحت من بعد كتكليك على برومو كود والبرومو كود هو باريك كيف كيبان لكم دابا حاليا من بعد كتابلي على داك الكود هنا كتوصلك 10 اورو او 10 باوند او 10 دولار من بعد شحال عندك الحق تصيفط ولو تقدر تصيفط غير باوند واحد او اورو واحد تصيفطو زائد ديك 10 اورو اللي عطينا لك فابور هي 11 اورو هنا كتوصل المغرب في البلاصه وعندك الحق تصيفط 1000 اورو في النهار و 3000 اورو في الشهر ومن بعد الى شافوك اكتيف بزاف كيوصلوها لك حتى 10000 اورو في الشهر يعني هادو هما الحوايج الزوينين ان فيها الصرف طالع بزاف وكتخلص عليها حتى ريال وكتوصل في البلاصه وطريقه الارسال الاصدقاء ساهله بزاف كيف كتبان لكم على الشاشه كتحط المعلومات ديال داك الشخص اللي تصيفط ليه اللي هي الاسم ديالو والكنيه ديالو الحقيقيين والشخص اللي باغي يصيفط الفلوس كاول مره غادي يصيفطهم غادي يحتاجوا منك كارت اي دي اللي هي اول مره كانك غادي تصيفطها غادي يحتاجوا منك تصورها لهم في لابليكاسيون باش تحطها لهم من بعد ما كيبقاوش يسولوك عليها بغيتوا المعلومات ديال هاد لابليكاسيون هادي راه غادي تلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون والبرومو كود هو باريك كيف في بالكم باش غادي تاخذوا داك الكادو ديال 10 اورو او 10 باوند او 10 دولار هذا ما كان نكمل الفيديو ديالنا